السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. هاي ركن تي برموي كجي ركن تي جون كراي كيجين توجي نو سمنان لآن سمنان أكرر ربه يين. له مراتب أربعة درجات أربعة. هاي في مين لم نبون. المرتبة الأولى العلم أن تؤمن أن الله علم كل شيء لا يخفى عليه شيء. تي موي كيجين المو كيجين ترى دنتا الله سبحانه وتعالى كدن تن أه من آي أوي دال آي لبان أم في الله تعالى بان لاي. الثاني الكتابة أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء كل شيء مكتوب. تي بي يين ترى جي أبر بقاطها الله تعالى بان سسي هاي الله تعالى سسي تن أه من آي روي بحط أم في كان سسي نولاي. الثالث المشيئة لا يمكن أن يقع في هذا الكون إلا ما يشاء الله سبحانه وتعالى. تي باي كي آج موتا مشيئة رول بكا تنق أهني من آج كاد مين لان كراو بي بمنام ربا أرتلا لان. الرابع الخلق فالعبد مخلوق وأعماله تابعة له فهي مخلوقة كالإنسان. تي بون فيا الخلق الخلق يعني مخلوق أنت مخلوق وأعمالك كذلك مخلوقة. يين تن اخ نيه كي شي مخلوق هاي تونغو របស់ يين كو شي مخلوق ده. ماذا اصنع جان يين ترو ثمي اؤمن بهذه المراتب الاربعه يين ترو جيو نو تن 4 بروفيت روم داب تن ني احسن الظن في الله سبحانه وتعالى يين ترو احسن الظن نعم بان الله اختارني بان اكون من اهل الجنه ليست من اهل النار هذا حسن الظن في الله سبحانه وتعالى يين ترو تانج جت ها يين ظن لا تو جبو الله سبحانه وتعالى ومع هذا اعمل بعمل اهل الجنه الصلاه الصيام الزكاه التقوى تي موي نين يين خم برنگ براين ធ្វើ عمل عمل دال صلي دوجي سمباه يان بو زكاه ولا نعمل بعمل اهل النار ها يين كم ធ្វើឬកំប្រព្រឹត្តនៅរាល់ទង្វើដែលពពួកអាលីនរកាធ្វើ ادع الله بان يجعلني من اهل الجنه ولا يجعلني من اهل النار ها يين សុំអំពី الله سبحانه وتعالى ឲ្យយើងខ្លាយជាអាលីសុរកាកំឲ្យយើងខ្លាយជាអាលីនរកា